عايز قبل ما اسيب الزمالك اروح لاحمد سيد زيزو. احمد سيد زيزو تحس كده، انا بحس، انا ما عنديش التاريخ، بس حاسس انه عمال يعمل ارقام تاريخيه وارقام اعجازيه في موضوع ضربات الترجيح دي او ضربات الجزاء. ما شفتش لاعب مصري او ذاكرتي ما تجيبنيش لاعب عنده التفوق الدائم ده في ضربات الجزاء، لا يضيع ودايما عنده اسلوب مميز في ضربات الجزاء. زيزو ايه وضعه في التاريخ بالنسبه للاعبين المسددين لضربات الجزاء؟ هو فعلا احمد سيد زيزو اصبح ظاهره سواء في ضربات الترجيح او ضربات الجزاء. صح. يعني ضربات الترجيح في كاس الامم الافريقيه سجل في 3 مرات اللي لعبنا فيهم قدام ساحل العاج والكاميرون والسنغال، هو اللاعب المصري الوحيد، وهو احد اللعيبه اللي سجلوا 3 ضربات ترجيح في تاريخ كاس الامم الافريقيه، وعددهم قليل يعني ما تسحبنيش الذاكره قوي، ولكن هو من ضمن الناس التوب. يعني الرقم 3 ده في حوالي يمكن 7 أو 8 لعيبه منهم دروجبا ضيع واحده الحضري صدها وسجل 3، الاخضر بلومي الجزائري برضه سجل 3 وضيع واحده، فرقم 3 ده ما اتكسرش. بالنسبه لضربات الجزاء لو مسكنا الدوري، احمد سيد زيزو سجل 14 هدف في الدوري من ضربات جزاء بدون تضييع ولا ضربه، وهو الرقم الاعلى في تاريخ الدوري المصري. ليس الرقم الاعلى في تسجيل ضربات الجزاء، ولكن هنحط عدم الاضاعه الاول، نسجل كل الضربات وبعدين نسجل كم. لو قلنا مين اكتر واحد سجل ضربات جزاء، عبد الله السعيد على ما اذكر حوالي 27 او 28 ضربه جزاء سجلهم في الدوري، احمد سيد زيزو سجل نصهم بس، ولكن عبد الله السعيد ضيع، محمود فتح الله من الناس اللي سجلوا كتير ضيع، ناس كتير سجلوا اكتر من احمد سيد زيزو. حضرتك بتقول انه نسبه نجاح زيزو 100%. 100% تمام. هو الرقم السابق كان محمد فضل جايب 12 ضربه جزاء في خلال مشواره مع الاهلي والاتحاد السكندري ومصر اسماعيلي، عدى على كذا نادي، مش فاكر سجل مع الاسماعيلي ولا لا. فسجل 12 ضربه جزاء وما ضيعش ولا واحده في الدوري. زيزو وصل 12، وبعدين في مباراه فيوتشر قبل الاخيره سجل هدفين كمان من ضربات جزاء ب 14، فبقى اكتر واحد يسجل بنسبه 100%. نجاح مدهش. وفي رقم تاني الحقيقه لزيزو برضه في ضربات الجزاء، هو اول لاعب في تاريخ الدوري المصري سجل 5 ضربات جزاء في 5 مباريات متتاليه. رغم ان الزمالك لا يملك الرقم القياسي في هذه الجزئيه، ولكن احمد سيد زيزو هو كلاعب اكتر لاعب يجيب ضربات جزاء في مباريات متتاليه، وليس ضربات جزاء متتاليه ولكن ضربات جزاء في مباريات متتاليه. ده رقم هايل. ده رقم هايل. الحقيقه الموسم 2017 2018 الاهلي اتحسب له 6 ضربات جزاء وسجلهم كلهم في 5 مباريات. احنا بنتكلم عن زيزو 5 ضربات في 5 مباريات، لا الاهلي سجل 6 في 5 مباريات، ولكن كان عبد الله السعيد متخصص ساعتها سجل 4، وفي ماتش مع النصر غابوا الاهلي كسب 4-0 تقريبا، كان وليد سليمان وليد ازارو اللي سجلوا الضربتين. في نفس الموسم النادي بيراميدز تحت اسم الاسيوطي اتحسب له 7 ضربات جزاء في 5 مباريات متتاليه، اختلف اللعيبه اللي سددوا ضربات الجزاء وبعدها ضاع وبعدها سجل، فما فيش لاعب خد يعني نقول ايه، خد العلامه المميزه. العلامه الكامله، العلامه الكامله عند زيزو.